جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. الفوتونات معناها بها طاقة معينة، انرجي معين، وويف لينث معين، اوكي؟ ومومنتوم معين، يعني زخم معين. احنا يهمنا نتعرف على الويف لينث شلون والمومنتوم شلون يكون والانرجي شلون تكون. ليش؟ لان قلت لكم لازم نحافظ على التصادم، يعني لازم يبقى قانون حفظ الطاقة اخذين بالاعتبار دائما بشرحنا بعد هاي العملية، يبقى محفوظ اثناء التصادم. فشوفوا اول المعادلات يقول دينيرجي اوف فوتون، دينيرجي اوف فوتون اكوردنج بلانك كونست ريليشن شيب، حسب علاقه العالم باك. يمكن تعريف كان بي ديفاين از ذس كويشن، اما نكتبها اي تساوي اتش نيو، وانا افضل تكتبونها نيو يعني هي تعرف الكتب، او هي في فريكونسي نمشي على نيو. شوفوا الفرق ما بينات السرعه شويه الرمز يعني شويه خلينا نغير شويه على نيو، على نيو احسن، نيو فريكونسي اوكي، هاي نيو بس هيك فقط. بس بالسرعه شنو الفرق بين السرعه؟ واضح؟ هاي هاي لويه صغيره تذكرني بالمعجلات. اوكي ما يعني لا تتغير بالمره، بس اذا نتكلم على الستاندر الشيء ثابت نجي على نيو ليف. اذا ما عرفت رجعك وين؟ الرموز الاساسي مالي. فاذا الطاقه هي معلومه انا لسه شو اسوي؟ انا راح ارسم لكم تارجت بسيط، هذا التارجت خلينا نسويها شوي القلم مالتنا. هذه اشاره سالبه، هذا الكترون يعني تارجت، تارجت ايش؟ الكترون at rest يعني في حالة استقرارية افتراضية. هذا خط مال انتشار الموجات واللي راح يصير عرضه هو فصل ما بين زاوية الحدود وزاوية الاستطالة. فيجي الموجات اللي عندك بطاقة بلمدة معينة، انت راح تسقط فوتونات يعني موجات اكيد، وهذا فوتون صار هذا يسمونه incident فوتون. incident photon ايش معناها؟ فوتون سقط، يعني سقطنا فوتونات على هذا الهدف. هذا الفوتون اللي سقطناه هو يحمل طول موجي مقداره لمدا اي او لمدا انيشيت، او بالاحرى هي جايه من اي incident، الطول الموجي للفوتون الصاقط. واضح؟ اكو علاقه رياضيه تضاهي هاي العلاقه، شكل اخر للعلاقه مال بلانك اللي هي اي تساوي بدلالة الزخم، يعني فعلا يمكن تعريف الطاقة بدلالة الزخم المومنتوم، نسميها علاقة رقم اثنين خلينا نسميها. اوكي؟ إذا تكلمنا عن الفوتون الساقط أو زخم الفوتون الساقط راح نعوض هنا بهاي المعادلة الرمز اي حتى يدل على انه ايش؟ زخم الفوتون الساقط. يزال لازم نتعرف يعني شلون يكون شكل الزخم مال الفوتون الساقط حتى نعرف على ذرة هل صار حفظ ولا حفظ بس زخم؟ لانه يعني قانون حفظ الطاقه والزخم يساوي الطاقه والزخم بعد الاتصال. فاذا نقول اي سب اي معناها اقصد بي فوتون انسيدنت او انسيدنت فوتون في اي في سي، ومن هنا اريد الزخم المومنتوم ايش راح يصير عندي؟ ايش اعرف؟ اي انرجي اوف ايش؟ اوف فوتون انسيدنت فوتون على الفيلوسيتي اوف ايش؟ اوف لايت. لان طيف كوره مغناطيسي سرعه الضوء. هاي شنو المعادله هذه؟ هاي نقدر نسميها معادله ثالثه، بس قبل ما هذه انا ايش عرفت الطاقه حسب مفهوم بلانك؟ شو تساوي؟ اجي هنا اعوض. اذا هاي الخطوات خلينا نسميها المعادله رقم ثلاثه افضل. الان باي سبستيوتينج equation number 1 and
ايشين؟ ايش قال؟ 3. واضح؟ شوف اعوض معادلة رقم واحد وين؟ ومعادلة رقم ثلاثة. وبالتالي راح احصل انه البي اي شو يساوي لي؟ يساوي لي اتش انيو اي على سي. مضبوط؟ اعوض بعد ما اعوض ايش راح يطلع لي هذا البي اي؟ شوف هذا السهمين، واضحات هاي السهمين؟ الكو يعني؟ هسه الان هذا شو يساوي لي؟ سوي دقيق هذا البي طلع اكتب المعادله وتشوفوا ايش راح يطلع يساوي اتش على لندا اي معادله رقم ايش قد صارت؟ 4. شلون صارت هاي؟ انا قلت لكم قبل ثواني عوضنا عليه التردد من يو اي والتردد ايش فيه؟ خليني اعطيكم لكم هذا يعني ثواني ما تطول فيه بس تعوض تطلع لك الشكل ايش على لندا اي. شلون صارت؟ ثابت بلانك فقسمت هاي سرعة التطور انا قلت لك عوض عن التردد هاي التردد ايش يسوي؟ احسنت النيو اي سؤال والله شوي ترى زي ما ثاني قلت لك ايش على سي؟ على سي والله هذا ما اسف لا بارك الله فيك ايش على سي؟ زين والتالي لا بس مين اثنين ما بقول لك وايد على اليوم ايش اللي يطلع ما يدخل الاجر راح يبقى ثابت اليوم شو يساوي سي على لندن صح ولا مو صح؟ اليوم سي على لندن ايش راح يصير هنا؟ تعرف علي شلون التبسيط صار؟ هنا هاي تبسيط بال تبسيط يعني شلون؟ اليو اي تساوي سي على لندن عوضها بس هاي لندا اي عوض هي ايه شوف هاي اتش سي شو عندي سي لم داي سي مع سي راح اطرح لك ايش؟ واضح؟ يعني سهل انت قسم استرجعت لحد اثنينكم خطر هلا سي على لم واضح؟ التردد يساوي سرعه الضوء على طول الموج بس لين قاعد اتكلم على تردد الفوتون الساقط فلم داي واضح؟ لم داي هذا التوضيح واضح؟ بس شو صارت معادلة رقم 4؟ بس مجرد التعويض عن ال عن ال في التردد التردد واضح حسن؟ مفهوم؟ بالاخير ما وصلت تربيع بعد ما عوضت ليش صرت تربيع؟ هي وين اكو لمده غير؟ هي هاللمده الوحده هي هاللمده ما عندها غير هي بس تطول الموج الواحد شو تقولون؟ اي اخذ ايش؟ طاقة الفوتون اللي هو البوكس طبعا انت اللي ما قلت اللي ما كملت الرسم الرسم شو؟ وين ارسم لكم يا صاحبي والله هنا يعني هاي مسحها ولا ما انا كل واحد بالرسم هنا هاي التارجت مالتنا راح يطلع لنا بسبب هذه الاتصال يطلع لنا ايش؟ فوتون متشدد وهذا لا زال خط الانتشار وهي الزاوية ثيتا يستطيل بزاوية مقدارها ثيتا يسمونه سكتر ايش؟ فوتون واضح؟ سكتر فوتون وهنا منو؟ اللي كثره مالته بس صار بي حال هذا اللي استهدفته هاي هاي الزاوية يسمونها؟ فاي مفهوم؟ هذا يسمونه
A coil electron. يعني بس صار في ميلان أو تحرك من مكان. واضح؟ زين. تفضل. ليش تعرفين؟ هسه اريد يعني عبرت عن زخم الفوتون عرفته والطاقه اقدر البيها، هسه اريد ايش اللي الزخم؟ العفو اللي الزخم هذا من الفوتون الساقط، اي زخم الفوتون المستطير. اريد ايش في اف؟ زخم الفوتون المستطير، شو يسوي لي بالعلاقه هذه؟ اي اف نفس الطريقه مال الفوتون الساقط على سي. مفهومة؟ وتساوي شو يساوي لي؟ نعوض الـ إيه؟ هذه علاقة كانت جاهزة. أخوان هاي علاقة ثابتة إذا جاهزة من الاشتقاقات يعني تفضل. إيه هاي لي؟ أوكي؟ جاهزة. ناقصاً M E C تربيع للكل تربيع. هاي شنو هذا؟ مومنتوم أوف إيش أوف سكتر فوتون الفوتون. سكتر فوتون. واضح حسن؟ هاي مفهوم. هاي ما راح اعطيها قيمه، يعني علاقه خليها بدون رقم. وابدي ارجع الموضوع. واضح حسن؟ هسه احنا بحثنا عن ايش؟ على زخم الفوتون. واضح حسن؟ هذا الكترون بإشارة سالبة ومسح الألوان. زين. هسه صار عندي زخم معلوم، زخم الإلكترون معلوم، زخم الفوتون بنفس الطريقة اللي شرحت لكم إياها. هاي الـ PF هذا زخم الفوتون المستطاع اللي ذكرته قبل شوية يساوي الـ E صف F على منو؟ الفاينل يعني أقصد بيه. على سي، وبنفس الطريقة عوض على الإي منو؟ A جنيو F على سي، وعوض أيضا بنفس الطريقة مع المعادلة 3-4 راح يطلع لي H على لندا F معادلة رقم 5. أكو مشكلة بها؟ زخم الفوتون المستطار، زخم الفوتون المستطار ما بعد التصادم يمكن الحصول عليه بنفس الطريقة التي حصلنا عليها بزخم الفوتون عند سقوطه. الانسيدنت فوتون اللي شلون جت؟ الاي تساوي على اخت بلانك هي انها اي جنيو بس منو اليو انسيدنت على سي، عوضنا عن التردد بسي على لندا واختصرنا طلع لي ايش على لندا معادله رقم 4. بنفس الطريقه اوجد زخم الفوتون المستطاع الناتج عن عمليه الاستطاره اي على سي وعوض عن الاي حسب علاقه بلانك اي تساوي اي جنيو اف وعوض عن اليو اف بالسي على اللمدة. نفس الطريقة بس للإلكترون. نفس الطريقة بس إنه هذا فوتون ما بعد التصادم، فوتون مستطار اللي ظهر بالعملية. واضح حسن؟ هاي معادلة رقم ايش؟ رقم 5. يقول in his explanation of Compton scattering experiment, Arthur Compton reiterated الباحث تعامل مع منو؟ وإذا ايش؟ الإكس راي تعامل مع الإكس راي فوتون as a particles كجسيمات. And applied اعتمد معها كجسيمات. وبالتالي طبق عليها قوانين حفظ الزخم والطاقه conservation of energy and conservation of momentum to ايش؟ to collision of photon with stationary electron مع نفس الالكترون اللي عندك. زين using Planck relationship and relativistic يعني النسبيه energy relationship طبعا هي نسبيه ما طالبين قوانين بس نعطيكم اياها جاهزه فقط. conservation of energy takes the form راح ناخذ قانون حفظ الطاقه ياخذ الشكل التالي. نعم بس الاشتقاق طبعا مطلوب الاشتقاق مطلوب اذا لا ليش اشتقنا مطلوب بس هو راح اكتب لكم اياه بي دي ونزلوا الاستنساخ واصوروا فيديو هم يعني بحيث يعني ان شاء الله عمليتكم كامله ان شاء الله واضح. زين هسه لحد يعني مفهوم من واحد الى خمسه مفهوم ما عندكم مشكله بيها. اكو مشكله اشكاليه يعني خلينا نقول طبعا اكو سؤال عندكم بلاتس عندكم سؤال شيء اللي وراك مو اللي وراك واضح حسن؟ حسن ننتقل وين وياكم؟ نروح على القانون حفظ الطاقه بس ممكن لا تمسح استاذ ثواني؟
اخواني بس اعطيني حتى نكتب قانون المفروض صغر. منين يتكون؟ يتكون طبعا كلام HNUI زائد MEE. MEE كتلة الالكترون السكونية مضروبة في مربع سرعة الضوء سي سكوير تساوي HF مع المعادلة اللي تحت الجدر اللي هي نقصد بها الانرجي اكسبريشن تعبير الطاقة النسبي. واضح؟ صرت شوية نعم يعني العلاقة المطلوبة اللي توصل إليها قال كلام شو بدأت الحكي يتبع الصوت يرجع شو يسأل هاي العلاقة المطلوبة هاي العلاقة اللي أريد أصل إليها قانون حفظ الطاقة ياخذ الشكل التالي H زين الأقلام شو والله ال A في C سكوير هذه معادلة أينشتاين النسبية ولهذا يقول لك الطاقة النسبية هذا هو معادلة أينشتاين النسبية تساوي A G U فاينل للفوتون المستطار زائد أيضا تعبير الطاقة النسبية بس إيش ما أخذ نظرة ما تحت الجذر ال B E سكوير ال C سكوير زائدا M E الإلكترون السكونية تربيع طبعا أس أربعة لأن هذا فيها تربيع ربع مرة أخرى وش أربعة؟ هاي شو سمي العلاقة؟ من رقمها؟ ستة هاي ستة ستة شو يسمونها هذه؟ conservation of energy لو طلب من عندك ذكر conservation of energy الفراغ تعريف رياضي فهي هاي العلاقة هاي حفظ قانون حفظ طاقة. هاي وهذا رقم ستة. زين. نفس الحالة نحتاج إيش؟ نحتاج conservation of منو؟ أو momentum. بنفس الطريقة also we need to age conservation of momentum of minimum of momentum واضح؟ واللي هو شنو؟ PI اوكي شي سوي هذا فوت الجفكت عقلي يساوي PF زائدًا حاصل جمع الزخوم كلها مع الفوتون المستطار مع الالكترون ما بعد التصادم اوكي احنا قبل التصادم هنا عندي بس رقم الفوتون اوكي حاصل جمع تي سمي علاقه رقم كيف 7 واضح حسن الآن شو أحتاج؟ هذا يسمونه conservation of momentum. قانون حفظ الطاقة. أخذ نظرة اعتبار خلي بالك إنه الإيش يقول where P
هذه وين؟ بي تساوي ايش؟ ال اي على السي. هاي خليها ببالك. طيب هسه راح نستخدم العلاقات الجديده. بالتربيه هسه ما ادرس رقم 7 ايش راح اسوي؟ يقول لي وجين سكوين ذيس ايكويشن بالتربيع المعادله رقم 7 يوزين سكالر برودكت. استخدم الضرب العددي. استخدم الضرب العددي. نجي قبل ما ندخل على الضرب العددي خلينا نسال سؤال. What is the difference between scalar quantity and vector quantity? What is the difference between scalar quantity and vector quantity? منين؟ لا بس هذا بالعربي الفرق بين الكميات المنتجه والكميات العادية. كميات عادية وكميات ما شو الفرق بيناتهم؟ يلا من هنا الكلام موجود الكلام هنا. شو الفرق بين الكمية عادية وكمية تجارية؟ ما بقول أتكلم عن الضرب وما. إيه نعم هذه معاني أهم معاني وبعد معاني أكثر ومعاني أدق. نعم طالبات ما أبو شيء إشعار قاطع طالبات معاني. استخدم سكالر كوانتيتي وفكتر كوانتيتي. كمية المنتجة والكمية العددية. نعم استاذ كم متجه يعني لها سرعه تفضل استاذ كم متجه ما تسوي صفر نعم هم معقول بس بعد معنى ادق طبعا لها سرعه المعنى الاساسي بيسك خلينا بيسك مينينج بس بس ما حدا يعرف يجي على هذا الجيل تفضل كم تفتح باتجاه اتجاه طيب بعد والكمية دي مجرد هذا احسن جواب يعني هذا جواب غير وقت الجواب طبعا استفيد يعني ما فيها يمين ويسار عبر عن قبل جالس لا بالفيزياء ما تقدر تذكر رقم اذا ما في وحده هذا سواء كان سبينر او فيكتور تذكر رقم تنزل وحده يعني انا قلت لكم ان نذكر الرقم بس انا اقول البي اي يساوي 20 شنو هذا 20 20 درجه ضغط درجة حرارة والله أي واحد يجيب كيف ويصلح ما تقدر تجمع يعني إذا تكتب إنه في تساوي 20 تذكرها هذا راح تدوخ الدنيا القارئ يدوخ وأنت عم تتعب في إقناع المقابلة بس من تخلي واحدة مثلا نيوتن على متر تربيع على سبيل المثال شنو هاي؟ واحدة ضغط جابها ترى هذا ضغط أوكي؟ بعد هو بي بس أنت من دلالة الوحدة من يشوف الوحدة يقول هي هذا الله هذا ضغط يعني هاي واحدة ضغط اللي يعنينا من الموضوع ويهمنا انه الكميات السكالر هي الكميات اللي تحدد باي يوزنج باي يعني كان بي ديسكرايب باي ماجنتيود اند دايركشن تحدد او توصف باستخدام المقدار والاتجاه يعني نضرب مثال بالحياه اليوميه الواقعيه الفيلوسيتي هذا ابسط مثال للحياه اليوميه شايف سياره بتمشي يقول لك تبدا تسير السياره مثل 30 كيلو متر وتسكت تقول ثانيه وتسكت وين تروح هاي السياره؟ اتجاه لابد من ذكر ايش الدايركشن الاتجاه تصير باتجاه معين بالوقت اللي نذكر نتكلم عن درجه الحراره نقول درجه الحراره هذه اليوم مثلا 27 على سبيل المثال ونتركها المعنى يعني تم ما عندك مشكله فيه معنى يعني كامل ما في نقص ليش؟ لان درجه الحراره من الكميات العدديه الاسكرر اللي لا تحتاج الى ذكر من الاتجاه بالوقت ان الفيلوسيتي تقول 30 او 20 كيلو متر كل ثانيه مثل نورث هات نورث عند اتجاه الشمال واضح؟ فاذا الكميات المنتجه هي الكميات اللي تذكر ايش؟ بذكر المقدار هذا المقدار الماجنتيود اند دايركشن وفي كل الاحوال اليونت موجوده في كلا الكميتين الوحده موجوده اليونت مستحيل تذكر لي بالفيزياء رقم بدون وحدات هذه كميات فيزيائيه المتغيرات ضغط درجه حراره حجم كثافه الى اخره من التغيرات الفيزيائيه راديشن مع الى اخره فاذا اليونت هي تبقى كونستانت موجوده في كلا الكميتين وفقط الاختلاف في ذكر الدايركشن واضح هسه اللي يهمني عاد رباط الموضوع اللي يهمني انه هذا المعاد رقم 7 راح نستخدم معاه سكالر بروجكت نسحب زخم الفوتو الكترون على صفحه تبسيط رياضي ومن ثم نطبق عليه سكالر بروجكت راح تطلع لنا نتيجه معينه استفيد منها في كل الاشتغال واضح حسن؟
هسه باي يوزنج يعني سكويرنج ذيس كويشن يعني كويشن 7 يوزنج سكيلر برودكت قبلها احتاج اسحب منه زخم النيوترون فمجرد بس احول هذا الهطاب انقل الهطاب تعرفوا الرياضيات يعني فبي اي تساوي دي اف ماينس ايش؟ الافو بي اي هاي ناقصاً ايش؟ سمي على رقم 8 هسه اتربع لي الطرفين مع المعادلة باستخدام الضرب او يعني البي في نفس الضرب ضرب عددي ضرب عدد طبعا تعرفون الوضع الفرق بين يعني الضرب العددي والضرب الاتجاهي هذا امر ما تعبان اني ما بدي اشرح صراحه يعني اكو بي ساين واكو بي كوساين وتضرب الكميات واضح؟ يعني من تقول اي دوت بي لها شكل معين ابسولوت اي ابسولوت بي وتاخذ داله معينه من تقول اي كروس بي هذا اتجاه يسمونه كروس هذا يسمونه الدوت بروجكت ابسولوت اي ابسولوت بي ايش ساين او كوساين حسب اوكي فمن تجي تضرب هسه احنا راح نستخدم ايش الدوت بروجكت او سكيلر بروجكت الضرب النقطي اي نعم يسمونه النقطي الدوت نقط فنيجي نضرب هذا المقدار شوفوا معي اكتبوا عليه بي اكتب هنا المعادله غير معكم مشكله بي اي تربيع تضرب ضرب عددي دوت برودكت او نقطي شو يطلع لي النتيجه النهائيه قبل قد واضحه يعني اعوض على المقادير اللي هي بي اف بي اي العفو ماينس بي اف هذا المقدار مضروب منه نفس المقدار بي اي ماينس بي اف هذا ضرب نتيجه الضرب الحالي تخضع لقانون تعريف الضرب العددي والضرب احنا نتكلم عن الضرب العددي فتعريف الضرب لا فراح تظهر لنا داله ايش الكوساين؟ دالت الكوساين حتى تعرف وين طلعت الكوساين من الاشتقاق انا لو كاتب لك ومعادلك في المعادله وسالك سؤال اقول لك هاي الكوساين منين جت؟ ما تعرف اغلبكم اخذتوا السكتري منين جت الكوساين؟ درسناها بالبرودكشن يمكن على البرودكشن زاويه السقوط تقول ايش كوساين؟ ليش ما اخذنا ساين؟ معليش يعني لازم تعرف الاساسيات لانه هو العالم كومبتنت شاف ان التبسيط اسهل بالضرب العددي لان الضرب العددي يعطيك مقدار اذا تخلي ارقام يعطيك مقدار رقم نمبر بالوقت الضرب الاتجاهي يعطيك كميه منتجه فواضح فراح تطلع لنا معادله فالنتيجه النهائيه مع الاشتقاق مع الضرب راح شو يسوي؟ بي اي سكوير شو عندنا زائد بي اف بي فاينل سكوير ماينس 2 بي اي بي اف كوساين ثيتا عرفت منين جبت الكوساين ثيتا مع هذا رقم 9 نتيجه الضرب الضرب العدد واضح هاي زين هاي خلينا نظره اعتبار الان اذكركم معادله رقم 1 اللي هي التعريف للطاقه حسب مفهوم منه بلانك ما كتبناها خلينا نكتبها بالقلم هذا اذكركم بها المعادله اي تساوي اجل اي جنيو ما صحيح او اجل هاي الاي اقدر اعبرها بشكل اخر اقول الاي تساوي بي سي يعني اقدر اقول بي سي تساوي اي جنيو اكو مشكله بها هذه هاي العلاقه هذا الشيء هذا راح استفيد منه معادله رقم 9 مو صح؟ الان اعوض احاول اسوي الطرف الايمن معادله رقم 9 نفس هذا الطرف حتى استطيع التعويض عليه ب 1 جنيه يجب ان يكون الطرف الايسر معادله رقم 9 هو نفس الطرف الايمن نفس هذا الشكل حتى استطيع اسوي مساواه واعوض عنه بال 1 جنيه مفهومه هذه؟ مفهوم؟ اذا انت لو تركز على المعادله شو قصه هذه المعادله؟ بالمقارنه مع هذه عندك البي موجود بغض النظر عن التربيع ما يفرق السي ستار السي احسنت ولانه ينقصها السي صح؟ هاي المعادله بي اي ينقصها شنو سي؟ كل المعادله هي النتيجه هذه هذا التربيع مع التربيع ينقصها شنو؟ سي حتى تصير اي جنيه فلو اجي اضرب المعادله في ايش؟ في سي سكوير لانه انا عندي تربيع واضح؟ فراح تتوسط العمليه
يعني شوفوا بس هاي خلوا بالكم يعني معادله جدا مهمه. هذه هسه هذه البي اي بي اف لا عوض انا اشوف البي اي بي اف تحضريه اي اف على سي اقول ايج نيو ايج ايج نيو على سي وهذا الايج نيو ايش اضربه في سي كو سكوير ما راح اضربه معادله كلها سي سكوير بس قبل ما اضربها اعوض ايج نيو على سي فالسي مع السي راحت فقط ان سي وصل نستفيد من عدم بيل حتى يسألني وين راح السي سكوير اقول لا شلون مفهوم هذه؟ فايش راح يصير هسه؟ وين امسح هذا الجزء امسح الرسم لو امسح هذاك؟ ما هذا رقم 6 امسحها؟ ما دام رقم المعادلة ما دام عندنا ترقيم المعادلات ما عندك مشكلة صحيح؟ هسه شوف البي اي تربيع وعندك سي تربيع خلي يشيلهم اثنينهم ونخلي تربيع كل القوس تكون مشكلة في العملية؟ نجي شو عندنا بعد؟ بي اتش اي سي الكل تربيع زائدا قوس بي اف سي الكل تربيع واضح هذه؟ هاي المعادلة هنا المعادلة رقم 9 على الاستغلال المعادلة رقم 9 ناقصا مباشرة هنا راح اطلع لكم اياها 2H ايش تربيع ليش؟ لان عندي زخم مع زخم هذا زخم بي اتش نيو وهذا بي اتش نيو بس نيو اف فالايش مع الايش يضرب لانه ثابت كل ستار تبقى يعني ثابت البلانك هو نفسه ثابت البلانك الايش بس وين الاختلاف؟ ما تقدر تضرب التردد مع التردد ليش؟ لانه الاتش اي هي تردد الفوتون الساقط اللي هو يختلف مع تردد الفوتون المتشتت اللي هو نيو اف فبالتالي بالمعادله يبقى مثل ما هو مفهوم؟ يعني من ايش هسه اعوض ايش راح يطلع لك المعادله؟ نيو اي مضروبه في نيو اف يجي طالب يقول يا اخي ليش بسوي نيو سكوير؟ خلاص واضح؟ الترددين اكو اختلاف بيناتهم طبعا واكيد الكوساين موجود هذه معادله ايش قد نسميها؟ 10 خلينا نطول المعادلات هسه شو اسوي؟ اوزع التربيع يعني بالتفصيل بطريقه بي اي سكوير سي سكوير تساوي اتش نيو اي سكوير يعني صارت ايش؟ بي سي شو يساوي؟ شابه لي اياها المعادله هاي البي سي هي نفسها اتش نيو صحيح؟ بقدر اعوض على هذا عوض على اتش نيو لانه صارت الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر ضرب لي اجل حتى نسوي مساواه ما بين الطرف الايمن والطرف الايسر اوكي زائدا لحظه اتش نيو اف الكل سكوير ناقصا 2 اتش تعرفوا هاي هو ايش قصدي نيو ايش قصدي ايش قصدي ايش تربيع شو عندنا بعد؟ نيو اي 2 اف واضح هسه؟ شوفوا الان نرجع على المعادلة رقم 11 سنة. حتى بالتفصيل. The energy conservation expression above تعبير قانون تعبير الطاقة وينه؟ يمكن مسحته. هاي المعادلة مال الطاقة. أربحها وياي بالأخير؟ شوية يعني اشتغال بسيط. بس تفضل. سابوك ملاحظة؟ نعم تفضل. استغربت انك تحفظ لا تبغى تفهم يعني مش معادله ايش يعني ما نحفظ احنا نفهم حتى لو نحفظ يعني شيء تفضل شيء بس هي معادله 10 من المعادله 9 بس من المعادله 10 معادله 10 من 9 9 وال10 بس ليه 9 هاي نتيجه ضرب بس انا عرفت ليه وصلت 9 هذا نتيجه ضرب هذا ضرب العدد بس بطاقه كلام تبغى علي لا بس الطين وجلد وقفلت بس سالتوني اجاوب استفسرت حتى جو سؤال هاي المعادلة هاي ناتجة من ضرب العدد نتيجة الضرب العددي هي في اي قبل اكتب لي اياها في اي تربيع في اف تربيع ناقصة طب المباشر كلها طبعا من العاشر استاذ العاشر هاي التسعة نجي على العاشرة العاشرة ايش فيها؟ بس عوضنا ضربنا في سي سكوير وصار عندي هذا المقدار كله ايش فيه؟ هذا المقدار صار يشابه ايها يجنيو حتى يجنيو بالضبط بس حتى يصير هذا الطرف شوفوا هذا في هاي المعادلة شو يسميها؟ يسميها فرنتي رمز فرنتي رمز حتى خليها تختلف عن كل بقية المعادلات. البي تساوي بي سي تساوي اتش نيو. سميها معادلة رقم ستار او دبل ستار حتى انت كلها انا كلها بمعادلة رقم 10 اسويها تشابه معادلات.
انا عندي بي بس احتاج سي فضربت في سي. طبعا هي اصلا بيها تربيع المعادله رقم 10 فصار سي سكوير سي سكوير سي سكوير اوكي. وعوض تعويض بسيط. جيت فتحت التربيع بي تربيع سي تربيع. هذه عوضت على بعد ما فتحت التربيع ها بس عوضت عليها بيت جنيه يعني بس يعني بتاع. بس شلت هاي عوضت جيوت اي. واضح؟ نعم. ليش هو احتاجين نضرب حتى الطرف اليمين يساوي الطرف الايسر حتى نقدر نساوي حتى نقدر نساوي المقاتل. لازم الطرفين هنا متساويين وبعدين نقدر نعوض على البي سي. المهم يعني معروف. اوكي. اتش واي اتش ام هاي المعادله ما راح نلعب بها خليها مثل ما هي. نرجع على قانون حفظ الطاقه. قانون حفظ الطاقه اللي هو شنو؟ اي جي واي كتبت لكم يعني بها جذر. معادله رقم ايش قايل؟ والله ايش قدر الرياضي من الكتاب؟ رقم 6 معادله رقم 6 بتربيع معادله رقم 6 راح نحصل على الشكل الثاني. يقول باي ايش واي سكوير زين ايش الكونفرتيشن ابو كان بي سكوير تو جيف ربعها هسه معادله امسحها هذا الرسم حتى يجي يقول شو. انا راح احط لكم اياها ورقه اشتغل راح احط لكم اياها ورقه. شوفوا معادلة خلنا اكتب لكم اياها اي جي يو اي زائد ايش؟ ام اي سي سكوير يساوي هاي معادلة هاي معادلة هاي ستة هذا التذكير هاي التذكير أكرك فيه. يقول تربيع المعادلة شوف تربيع المعادلة رقم 6 راح نحصل على الشكل التالي. هسا تعال ربعي المعادلة يعني شوف ربع هاي أحسن تربيع هاي جنيو هاي تربيع زائد ام اي تربيع السيس 4 صغير هو يصير 4 يساوي اي جنيو F كل تربيع هذا جذر يطير يبقى لي بي بي تربيع سي تربيع زائد منو ام اي تربيع سي يساوي 4 اكو مشكله فيها؟ بس بس تبسيطات رياضيه اقدر اعزل الايش؟ اعزل النيو اي يعني هاي الاي جي نيو مع الاي جي نيو اسحبها بصفحه يعني هذه مع هذه اسحبها بصفحه واسحب هذا المشترك من هذه لان تلقى المعادله شوف هو ام تربيع سي يساوي 4 تشبه اي هذه صحيح؟ بس اوكي؟ بس تقدر تقسم تقدر كيف يعني انت الاسلوب الرياضي اللي بالتعبير الرياضي تختار قسم على طريق المعادله بمقدار معين حتى تصير تسير وهذا صح الجنيو اذا قسمنا على الجنيو شو يبقى لنا المعادله؟ خليني ما انه صارت وياكم اندمجتوا معاها اسمي خالد خليني اكتبها بي اي سي سكوير قلت بي تساوي اجنيو اي كل تربيع زائد اجنيو اف ناقص عن 2 اج تربيع نيو اي نيو اف تو ام اي سي تربيع شو منو عندي اجنيو اي ناقص اجنيو اف هاي المعادلة هاي بس هوم ورك شو صار؟ اثنين غير بس هاي هوم ورك خطوة بسيطة لكم يعني شارك فيها يقدر بس من هنا شو راح حصلنا على هاي؟ يعني هذه هسه هاي موجودة وهاي موجودة وهاي موجودة فقط هنا اكو تغيير. يعني احاول بيها كم موقع. ما قدرت انا انزلها بالورقة واكتب لك اياها وانا احاول. بس حاول شوف اخر علاقتين تحصل عليها بالاخير انه واحد شوفوا واحد على اتش ان يو اف استاذ احمد درجات مال الجماعة خوش توقيت مو لو جات الجماعة ما يمتعها واضح؟ لا 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 ما ينا ما ينا والله هاي شبيه معنا.
يا حد وين مطلوب نص ساعة سوي نص هاي يجي يتكلم ونص هيك حتى أقول لك من المعادلة الثانية كمل الامتحان from this equation proof يعني هذا ما يشرط له كله بس أنت تفهمه أقدر مثلا من المعادلة أقول لك أنت كم معادلة الامتحان أنت كم معادلة مثلا يصير أقول from this equation proof this equation يعني ما شرط كل الاستفهام ما شرط انا اعطيك كل خطوات ابلعها ابلع لك اياها ماكو كل الخطوات اجيبك هنا وهذا رقم 6 اقول لك بروف ذيس ايكويشن واعطيك اياها بروف ذيس ايكويشن يعني بس هالخطوات بس تقعد لا تفهمون تفهمون ما يجي كله ما يجي كله ما يجي كله سهلة انا اعطيك سهلة وياك وما نريد وياك ولا شيء شو تقولون اول ثاني ان شاء الله بنتفق ما عاد اختلاف Sorry, I'm